السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد فهمي من قناة ليدرشيب. النهاردة معانا محضرة طعام ماركة براون موديل كي 700 600 واط فاستا بار. هنفكها مع بعض ونشوف ايه الأخبار. نبدأ نفك المسامير. كده الكارتة باينة. شوف اطراف بس اطراف الكابل الاول. ممكن يكون الكابل قاطع كده. الكابل سليم شغال. اطراف الموتور فردسين الموتور شغالين. دي اطراف اللوك الخاص بالهاند بلندر بالسري محضرة الطعام دي كشف الماشين. نفك الوش اللي فوق البرج بتاع الموتور لفوق. ده اللوك نشيله. خلي بالنا من السوستة دي اهم حاجة. ودي اطرافه. دي شغالة. موحد دوت شغال. ده شغال. الكارت حاصل فيها تقريبا شورت جامد هنا، تقريبا اثر ميه هنا في عطب جامد قوي. مجموعه السيركونات والمقاومات دي ضربه. طيب
يعني كده الموضوع هيبقى صعب شوية في ان احنا نعالج الكارتة، فهيبقى ان احنا قدامناش غير حل واحد، تأكد ان الموتور سليم، وبعد كده هنغير الكارتة بالكامل. الكارتة طبعا مبتغيرش لوحدها، الكارتة السفلية والكارتة العلوية لازم يتغيروا مع بعض. فهنشيك كده مع بعض على الموتور كوصلات الموتور، ونجيب كارتة جديدة ندخل بيها على البلندر. نبدأ نحرر الترس الخاص بالشفشق، نفك بالراحة كده. نلف التاني، حررنا الترسين. هذا الموتور يطلع معانا بسهولة. نلف سنة بس كده عشان السلك. على اطراف الموتور فرد الموجب، فرد السالب، بيانو تاني. نركب بقى كده جوه واحدة، كده جبنا الكارتة الاوريجينال خاصة بيه، تبقى الكارتة جاية قطعتين، القطعة الأولانية العلوية والقطعة التانية إن شاء الله نركب ونجرب بإذن الله وندور. كارتة كل طرف نفكه ونركبه مكان الكارتة الجديدة بحيث ما نتوهش، يبقى كل حاجة في مكانها. تأكد إن الكلبسات راكبة مظبوط، دولت الموجب والسالب أزرق على اليمين وعلى الشمال، ده الإرس خاص بالموتور. واحد اسود، اثنين بني، ثلاثة يبقى نركب الارس الاول، نركب الطرف الاولاني، لكن هو ركب الاخر الطرف الاسمر الثاني، الطرف البني الاخير، خاصين باللوك الاساسي، والاحمر الموجب مكتوب عليه موجب،
والازرق سالب كده. بغيرنا كارتة مكانها بأطرافها زي ما كانت ركبة بالظبط. نبدأ نحرر الكارتة القديمة برضو أطرافنا زي ما قلنا. نحررها عشان ما يقعش مننا تحت. بنفس الطريقة هنركبها الفردة التانية. الفردة الأخيرة والثالثة